أهلا، يعطيك العافية. بارك فيكم من خلال صفحتي على الفيسبوك، من خلال برنامج القناع حلقة شبع. اليوم راح نتحدث عن موضوع هو يعني بصراحة هناك يتم التنقل على السوشيال ميديا حول مطرب من الإمارات أنشد النشيد الوطني الإسلامي. في البداية تعالوا إن إحنا نتحدث نتعرف على النشيد وعلى كلماته حتى نفهم اللي هو مش فاهمه. يعني تعالوا هيك بشكل اختصار نقول إنه النشيد بقول باللغة العربية طبعا، طالما داخل القلب روح يهودية نابضة، روح يهودية نابضة، فحنينها يميل إلى الشر، حنينها يميل إلى الشر، وعينها ترنو إلى صهيون. يعني النشيد هو يعني نشيد صهيوني. أملنا لم يضع بعد، هذا الترجمة بالعربي طبعا، عمر الأمل 2000 سنة. يعني إنه إحنا نكون أمة حرة في وطننا طبعا. يعني معروف شو معنى أمة حرة في أرض صهيون وأورشليم. أورشليم يعني القدس. وطبعا بيتم ختامه أن نكون أم حرة في وطننا كمان مرة في أرض صهيون أورشليم. طيب أوكي، لو سمعنا النشيد بالطريقة في الإيقاع الموسيقي للنشيد نفسه، بجوز إنه وإحنا مش فاهمين ولا كلمة منه، بجوز إنه نفكر مثل ما فكر أحمد الحسيني المطرب الإماراتي اللي في مقالة عنه في سنة 2020 بتقول إنه الفنان الإماراتي أحمد الحسيني يستعد للسيطرة على العالم. طبعا هناك وصف للمقال إنه هو مطرب كاريزما موهبة. يعني في داخل المقال هناك كثير من الأشياء اللي بيتم الحديث حول هذا المطرب. فتشت عنه في ويكيبيديا بصراحة، حتى أنا علاقة يعني مثلا هو بيتعلق ما لقيتش بصراحة من خلال جوجل، يعني من ناحية إنه حتى نفتش الفكرة الشخصية هاي. لكن أنا حابب إني أنا أقول إنه هو بيركز كل تركيزه بتركز على عروض بيكونها في دول أوروبية، في دول حسب المقالة مثل من خلال أوبرا اللي هو بشكل كلاسيكي، وهو في طريقه للقمة حسب المقال. وطبعا بتحدث انه في العروض في بلغاريا والنمسا واوركسترا في فيينا الملكية، وانه بيعمل بشكل مجتهد ومتابع. طب بس كل هالشخصية يعني اللي نتحدث عنها، يعني تعالوا بس ناخذ بعض الأمور اللي هي محلية حتى إن إحنا نشوف. لما أنت مطرب ملك بدك تقدم عرض معين، المفروض إنك أنت تراجع التاريخ، تفهم الأبعاد، تشوف شو اللي بصير. أنا ما بدي أتحدث عن التزامن وشو صار في نفس اليوم، الحساسية الفلسطينية للموضوع. أنا بدي أتحدث عن موضوع بيتعلق في قضية إلى علاقة في الغباء، بس الغباء يعني الشخصية اللي بتتعامل مع هذا الموضوع إما هدفها الغباء أو لفت الأنظار.
لفت العذار في الطرف الآخر، بمعنى إنه هو بحاجة إنه يحصل على تأييد، بحيث إنه لما يجي على تل أبيب يلاقي جماهير. يعني هدفه مش الألبوم الأخير اللي بده هو يطلعه إنه هو أنا إنسان، هو لا مش إنسان، هو إنسان أناني. خلينا نروح باتجاه آخر ونشوف بعض الأمور اللي تتعلق في النظرة العربية الفلسطينية للنشيد الوطني الإسرائيلي اللي هو يسمى هكذا. نأخذ مثلا غالب مجادلة. غالب مجادلة معروف يعني إنه هو أول وزير، يعني لما بنقول أول وزير تم مسلم تم تعيينه في حكومة إسرائيلية، تحديدا في 28/1/2007 تولى منصب وزير العلوم والثقافة والرياضة، وهو عضو في الكنيست من 2004، يعني كان في بطله. طيب لما اجوا يقولوا لغالب مجادلة موقف للنشيد الوطني الإسرائيلي، لما تولى الوزارة تولى الوزارة، يعني هو اجى بتولى الوزارة اللي هم عينوا فيها الحكومة في 28/1، وقفوا كلهم قالوا بدنا ننشد النشيد. شو كان رد فعل الوزير الأول في حكومة إسرائيلية؟ رفض، قال أنا بعتذر منكم، ما راح أقدر أوقف ولا راح أقدر أنشد النشيد، وحسب اللي أنا بقرأ لعمالي على الشاشة. قال في تعقيبه على هذا الموضوع، تحديدا في تعقيبه على هذا الموضوع، قال كالآتي: لا أفهم كيف يسمح يهودي عاقل مستنير نفسه أن يطلب من شخص مسلم له ثقافته ولغته المختلفة أن يغني نشيد كتب لليهود فقط. أعلم أني وزير لسنة أو اثنتان أو حتى 10، لكني ولدت مسلم وسأموت مسلم. وأنصح ويرد على الصحفي، يعني عندما تسألني أسئلة ذات طابع ديني، إنك أنت تعرف إنه ما بين ديني واعتبارات كوني وزير، فإن ولائي لديني وقوميتي العربية ستضعني في يعني إنه أنا راح أحطه في الاعتبار كوني وزير، مخاطبا اللي هو عضو الكنيسة الآخر أو صحافي الآخر. طيب كمان شغلة واحدة، تعالوا على موضوع آخر له علاقة في نفس الموضوع. في عنوان بيقول: حملة إسرائيلية تستهدف قاضيا فلسطينيا رفض غناء نشيد الهكذا الإسرائيلي. عندما شوفوا شو بيقولوا: عندما وقف المسؤولين من أجل النشيد الوطني خلال مراسم التقاعد العاطفية لرئيس المحكمة الإسرائيلية اللي اسمها دوريس بنت، ركزت كاميرات التلفزيون على رجل لم يكن ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي هكذا، وكان هذا الشخص هو القاضي سليم جبران، وهو أول عربي يصل إلى منصب في الحكومة العليا في المحكمة العليا الإسرائيلية. ويرى البعض أن رفضه للمشاركة في النشيد العبري يعتبر تحديا مرفوضا وسخريا من الرؤوس الوطني الإسرائيلي. تقول في داخل المقال، وقال اللي هو عضو ميخائيل بن اري اللي هو تبع واحد من الاعضاء المتطرفين، يعني خلال تعليقه على الحادثه، انه يتوجب على اي مواطن اسرائيلي ان يحترم النشيد الوطني، خصوصا اذا كان يحتل منصب حكومي. طيب وهناك دعوه طالبات بانه يقيلوا جبران والبرلمان، وصار هناك كثير من الأشياء اللي تتعلق على هذا الموضوع.
القضية هون اللي أنا برجحها للمطرب اللي بيحتل العالم، أنا شايفه بيحتل العالم بس غباوة يعني، مش أكثر. إنه يا أخي ادخل على جوجل افحص شوف شو النشيد، شو كلمات النشيد، نشيد شو، أنا شو بحكي بالضبط، حساسية الناس الآخرين اللي هم خلينا نقول نستثني ال 400,000 اللي في الكويت، نتحدث عن ال 20% اللي موجودين في داخل الخط الأخضر، اللي بيعتبروا أن النشيد ما بيمثلهم، النشيد هو بيعتبروه تمييز عنصري، مش بس تمييز عنصري، بيعترف في حقوقهم، بيعترف في وجودهم، بيعترف في أنهم أصلا موجودين، تحدث بس من منطلق صهيوني يهودي فقط لا غير. الزعبي عضو الكنيسة قالت انه علقت على هذا الموضوع كمان، وتحدثت عن هذا الموضوع بقولها انه نظرة المجتمع الاسرائيلي بتطلع على الاقلية العربية باعتبارها طابور كامل غير موالين للدولة اليهودية ولا لرموزها، وهي اتهمت انه هي بالخيانة العظمى بتم اتهامها، او هي وزملائها في الاعضاء الكنيسة. طيب يا فنان، ابسط الامور اللي انت ممكن تعملها اذا كنت انت فنان حقيقي وعندك حس مرهق، انك تفحص الامر، تقول أنا بدي أغني النشيد الوطني اللي هو الفكرة، بس يا أخي افهم المعنى، افهم الكلمات شو بتقول، شو بتقول الكلمات وشو معناها قبل ما إنك أنت تنشد. وبالتالي أنا بعتبر إنه القناع اللي موجود على ويتهاب هو قناع حناني، قناع لفت نظر، قناع إنك أنت بتحاول إنك أنت تفوز على تعاطف من اطراف اخرى بحجه انك انت فنان وما عندك مشكله انك انت تغني النشيد الوطني الاسرائيلي الفريق في المناسبه اللي انت غنيت فيها، وانك حكيت كمان في مقابله انك انت جاي بدك تغني كمان في اسرائيل. انت شخصيه غنيه، انت مش فنان، لانه هو احكي لك شغله واحده، حتى اني انا ما يعني ما بدي اظلمك، انا بقول انه كانت ذكاء كانت، لانه اعتقد انه الانسان الذكي اللي هو بيعمل سيرش، يا اخي بيعمل بحث بسيط جدا بشوف الاشي اللي انا بدي اعمله. طب افرض انه في نشيد حلو عملوه وعجبك، انت حسب كلامك اللي عجبك الاسلوب واللحن والهوب والامل، طب افرض عملوا نشيد في السويد او عملوا نشيد في الدول هاي اللي مثلا حركوا فيها القران الكريم او انتقم منهم، افرض عملوا نشيد او اغنية معبرة بطريقة انك انت من غباءك ما فهمتهاش، وكانت بتهاجم الدين الاسلامي او تهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل انت رح تيجي وتغنيها بغباءك لانه عجبك اللحن؟ هل افرض انه عملوا اغنية لها علاقة في قضية إنه إشي بيهاجم العرب نفسهم أو الإماراتيين نفسهم، بتغني؟ الموضوع مش موضوع أنا ما بهاجمك من باب عنصري إنك أنت ما تغني شيء أو إنك ما تؤمن بشيء، أنا بهاجمك بس لسبب واحد، إنك أنت لابس قناع أبعد ما يكون عن الفن، لأنك أنت لو كنت فنان حقيقي من كان على الأقل على الأقل كان احترمت نفسك، احترمت
الفلسطينيين اللي هم ضد موقفهم، إنه النشيد لا يمثلهم. نشيد صهيوني يمثل دولة ما بيمثل أي شيء. لذلك نهاية يعني الموضوع اللي بعتقد إنه أخذ أكثر من وقته، حابب أقول إنه في هذه الحلقة رقم 7 أنا عن جد بعتبر إنه اللي بيحصل في الإمارات من أمور وحركات وأشياء وكثير تتعلق فيها، وكأنه هي أهدافها استفزاز الفلسطينيين، استفزازهم يعني بطريقة فقط أنت وغيرك، مش بس أنت، الاستفزاز، استفزاز المشاعر الفلسطينية. إذا كان هدفكم أنكم أنتم تستفزوا المشاعر الفلسطينية فما في مشكلة، هذه جدا استفزوا، بس على الأقل على الأقل حاولوا تفكوا المسألة بطريقة أخرى. قولوا إحنا يعني تبنوا وجهة النظر اللي بتبناها بن كثير مثلا، أو بتبناها المتطرفين الإسرائيليين اللي هم بيعتبرونا إنه إحنا مش شعب. قولوا إنه هدول الفلسطينيين هم عبارة عن رعاة، فينا نعترف فيهم ونعتبر إنه ونعتبر إنه صهيوني صهيوني. فإذا أنت بتقول عن نفسك إنك أنت صهيوني، أنا بعتبر إنه أنت مش لابس قناع، أو مش لابس قناع ممكن تشيله عن وجهك، لأنه هذا القناع هو ملتصق في وجهك. نهاية الفيديو بقول إنه من الغباء إنك أنت تعمل اللي عملته، اللي عملته شيء مش محترم ومس مشاعر الآخر. هذا وقت إن إحنا نزيل القناع حتى تزيله أنت إذا موجود. أنا بعتقد إنه ملزق في وجهك، يخرب بيتك. عن جد الحمار بفكر قبل ما انه يخطف خطوته. فكيف انت بتتصرف بهاي الطريقة تعتبر نفسك فنان؟ الفنان ما بيجرح مشاعر الآخرين. شوفي عن جد اذا لم تستحي تفعل ما تريد، فشيل قناعتك.